ميني ستوديو. هاي لكل أصحابنا يلي عم يحضرونا نهار السبت على الساعة 4، يعني أكيد في ميني ستوديو على الام تي في. مثل العادة منبلش بموضوع أول الجمعة ومنختمه بآخر الجمعة، والموضوع اليوم هو عن أستراليا. معلومات عديدة اكتشفتون خلال هيدي الجمعة عن هالبلد اللي كتير بعيد، واليوم أكيد بعد في معلومات جديدة وفي فقرات عم تنطرون كل يوم وشخصيات بتحبون كتير وهن بيحبوكن. ميني ستوديو بيعطيكن كل المعلومات، ومش بس معلومات كمان بيسليكن. وبتذكركن إن فيكن تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا اللي هن فيسبوك تويتر وإنستغرام. نحن رح نكون عم نشوف كل التعليقات تبعكن، وأكيد عم نفرجيهم عنا هون بالاستوديو. بجاسبس لليوم رح نحكي شوي عن بلينز الموفي اللي نزلته ديزني تشانل مش من كتير زمان، ورجعت من بعد ما نزلت هذا الموفي سألت على الويب سايت تبعها للفانز أي أحلى موفي حبيتو، كارز أو بلينز. ومن بعد ما صوتوا كل الفانز طلعت الأجوبة صوب كارز أكتر، يعني كارز هو اللي ربح. ولكن اليوم بيجاسبس بما أنه في كتير منكم ما بيعرفوا بلينز، رح نحضر التريلر تبع بلينز ومن بعدها منشوف شو تاني خبر بحلقة اليوم. بلينز رح ننتقل لتاني خبر بحلقتنا لليوم، واللي هو مش كتير بعيد عن هيدا الأجواء، لأنه مثل ما ديزني تشانل عم تعمل بول أو استفتاء على البيتش تبعها، كمان نيكلوديون عملت استفتاء لأصحابنا اللي شوي أصغر من أصحابنا يلي بيحضروا ديزني تشانل، وسألت أيها أكتر شخصية بحبوها الأولاد. ما رح أقلكن أيها أكتر شخصية طلعت بحبوها الأولاد، إنما رح أقلكن أيها أكتر شخصية أخذت أقل نسبة تصويت. لتعرفوا عن مين عم بحكي ومين أخذ أقل نسبة تصويت بهيدا البول، حضروا وشوفوا عن مين عم بحكي. فإذا سبونج بوب طلع الشخصية يلي أخذت أقل نسبة تصويت بالبول اللي انعمل، يعني مش كل العالم بتحبه ومش كل العالم بتحضره. الميوزك فيديو أوف ذا داي لليوم نقيت لكم إياه، هو ميوزك فيديو كتير حلو لفنان هيز ذا ترند ناو، والكل عم يحكوا فيه وكل بحبه، هو أستن ماهون. أستن وات أباوت لاف غنية كتير حلوة رح نسمعها هلا، ومن بعدها رح تبلش حلقتنا. خليكم عم تحضرونا لأنه حلقتنا مليئة بالمفاجآت مثل كل يوم بميني ستوديو بس على الإم تي في. Like fire and
اليوم بتحكي عن أستراليا. في عنا مقاطعات بأستراليا مثل ما خبرناكم عن كندا، كمان أستراليا مكونة من 6 مقاطعات أو فيدراسيون. في عنا مثلا فيكتوريا، كوينزلاند وغيرهم من المقاطعات اللي فيكم تعرفوا عنهم أكثر وأكثر إذا بتطلع على الإنترنت أو كمان بالكتب. أستراليا غنية كتير كمان بالمزارع تبعولها والمواشي الكتيرة يلي بتسمح لها تصدر لبلدان العالم أجود أنواع اللحوم، وكمان الصوف يلي مشهور كتير لأنه عندهم الخواريف كتيرة وبيصنعوا الصوف المهم كتير ويلي مستعمله ببلدان العالم كله. فإذا أستراليا بلد غني، غني بطبيعته وغني كمان بالزنك بالإيرانيوم، بس ما عندهم أبداً بترول. رح تعرفوا أكتر وأكتر عن أستراليا إذا طلعتوا بالكتب، مشان هيك أنا جبت هالكتاب يلي بيحكي عن La Terre racontée aux enfants. بما أنه عم نحكي عن المزارع والمواشي، رح نتعلم بهالكتاب أشياء مهمة. لازم دايماً نطلع على الكتب لأنه بالكتاب منفهم مثلاً بهالكتاب أهمية المي بالعالم. إذا ما عاد عنا مي ما بعود فيكن عنا حياة على وجه الأرض، فإذا لازم نحافظ على المي. Les fleuves, les montagnes et la mer. نحن حظنا حلو بلبنان كمان لأنه نحن عنا كتير مي. بس لما منقلكن أنه لازم نحافظ على الطبيعة يعني منكون عم نحافظ كمان على المي والجبال والشجر. هالكتاب بيعرفنا بطريقة حلوة كتير بواسطة الصور على أشياء مختلفة بتصير على وجه الأرض. cultiver la mer d'aquaculture. فإذا كتاب مهم، هون عم بيحكونا عن البترول تنفهم أكتر وأكتر ليش مهم كتير البترول. les nouvelles énergies. هلأ صاروا يقدروا يعملوا كهرباء بواسطة الإيوليان يلي يعني الهواء، خاصة بالمناطق اللي فيها كتير هواء على الكرة الأرضية. فإذا كتاب مهم لأصحابنا اللي عمرهم 10 سنين أو أكتر، اسمه La Terre racontée aux enfants. دايما ميني ستوديو بنفرجيكم كتب لأنه بننصحكم تقروا تتعلموا أشياء، وإذا بتحبوا تخبرونا هالأشياء فيكم تكتبوا لنا إياهم برسالة وتبعتوا لنا إياهم هون. وهلأ حلقتنا رح تكفي ونشوف سوا شو رح يصير بميني ستوديو. أكبر بدي أصير حكيم. لا لا بدي أكون بفريق ميني ستوديو. لا حكيم لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. اسمي محمد الخضار، عمري 10 سنين، وقت أكبر بدي أصير دكتور. اسمي ران نصر، عمري 10 سنين، لما أكبر بدي أصير تحرية. وصار وقت اللعبة اللي بتنطروها كل نهار سبت بميني ستوديو، وهي لعبة كتير حلوة اسمها 1 minute at BLF. نهار السبت بنلعبها هون on stage ومنشوف الأمس كلوب ممبرز اللي اجوا لعنا قد ايش شاطرين بالمعلومات العامة. محمد ورين تعرفنا عليهم هلا كلنا سوا، هن وكل الامس كلوب ممبرز اللي معنا اليوم من روضة الدولفين، بيطلع لهم هيصة كتير كبيرة اكيد. رح نشوف قديش شاطرين وقديه عندهم معلومات. بدي اذكركم انه انتم كمان اذا بدكم تجوا لهون صرتوا تعرفوا الطريقة. ميني ستوديو تاع بي بيج بانك ليبانو فرانسيس، بتسجلوا هونيك اساميكم ونحن بنرجع بنجي بنتصل فيكم. جاهزين رين ومحمد؟ لنشوف مين رح يربح. اول سؤال بيقول إذا نزلنا 2000 متر تحت المي قديه بتكون الحرارة؟ رح أعطيكم احتمالات، درجتين، ناقص 5 درجات، أو ناقص 10 درجات. ناقص 5 درجات. ناقص 5 درجات أكيدة؟ غلط. عندك جواب محمد؟ درجتين. جواب نهائي؟ مزبوط؟ مزبوط؟ فإذا بتكون الحرارة درجتين. والسؤال الثاني بيقول كم نوع شامبينيون في على وجه الأرض؟ رح أعطيكم احتمالات، 20,000، 10,000، أو 50,000. 10,000. غلط محمد.
ران 20,000 20,000 أكيدة؟ غلط. في أكثر من 50,000 نوع من الشامبينيون على وجه سطح الأرض. ثالث سؤال بيقول، ركزوا كثير منيح لنشوف مين رح يربح. كم عظمة في بجسم الإنسان؟ بعطيكم احتمالات 200 206 210 200 200 غلط محمد رين 206 أكيدة؟ زاف كثير كبير فإذا صار في تعادل بين محمد وبين رين بس اللعبة بعد ما خلصت يعني كل شيء ممكن يتغير السؤال هلا بيقول مات طيب شاطرين بالمات لا؟ يلا 4 فوا 4 موان 2 يعني 4 ضرب 4 ناقص 2 10 غلط إذا ضربنا 4 ب 4 وشلنا منهم 2 قد ايه بيكون عندنا 14 أكيد أكيد من جوابك مظبوط 14 وبعد في سؤال واحد رح نسأله اليوم إذا خلطنا اللون الأزرق واللون الأصفر شو بيطلع لنا أي لون؟ أخضر مزبوط وبما أنه صار في تعادل 2-2 مضطرين نسأل بعد سؤال واحد وهالسؤال بيكون شوي صعب لنشوف مين رح يقدر يحضر لما نضحك كم عضلة نستعمل؟ 2 غلط بعطي بعطي احتمالات لنكون فير رح نعطي احتمالات 15 17 أو 20 20 غلط محمد شو فيك تعدل الاحتمالات؟ قلنا 15 17 أو 20 ال20 طلعت غلط يبقى في 2 يلا 17 أكيد مزبوط بما انه رين هي اللي جاوبت على اكبر عدد من الاسئله مزبوط يعني هي اللي ربحت معنا اليوم اليوث باكج اذا بعد في حدا منكم ما بيعرف شو هو اليوث باكج اليوث باكج بيتضمن 100 دولار اكيد حساب لكم ببنك ليبانو فرانسيز خصومات على محلات عديده فوتوا سجلوا كلكم اساميكم على تاب ميني ستوديو بيبيج بي ال اف لانه نحن ناطرينكم كلكم هلا ما تروحوا لمحل رح نشوف شو هديه رين ومن بعدها بنكفي برنامجكم الاول والمفضل ميني ستوديو هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك وتأكبر بدي يصير حكيم بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم لكل طموحاتهم نحن حاضرين ميني ستوديو قصة اليوم مهضومة كتير أكيد أنتو بتعرفوا تقروا الساعة إذا بعد ما بتعرفوا تقروا الساعة رح تتعلموا شوي أكتر معنا اليوم دايماً بواسطة الكتب نتعلم إشياء ساعة الغابة شو يعني؟ هي قصة بتحكي عن خيين خي صغير وخي كبير مسؤولين عن ساعة يلي معلقة بالشجرة بالغابة وهالساعة مهمة كتير لأنه الخي الصغير بيبرم حواليها ولما يعمل برمة كاملة بتقطع ساعة واحدة وخي الكبير بيقرب فشخة يعني العقرب الكبير بيقرب ساعة هلأ رح تفهموا أكتر كانوا كل حيوانات الغابة مزبطين وقتهم وحياتهم كلها على هالساعة وعلى هالخيين الكبير اسمه سامي والصغير اسمه جواد فكان جواد يبرم برمة كاملة تسامي يفشخ فشخة زيادة لقدام وكانوا يشتغلوا دايما من الساعة 6 الصبح للساعة 11 ليش؟ لأنه كان مهم كتير دورهم تا أصحابنا الصغار يعرفوا قدي الساعة أصحابنا الصغار يلي بالمدرسة وأصحابنا الصغار الحيوانات يلي عايشين بالغابة كمان نزل جواد عن الشجرة وقال لخيو أنا زهقان كتير وجع بالي روح ألعب مع رفقاتي رح غيب بس ساعة وحدة وكانت الساعة 11 وعد خيو إنه هو رح يرجع قبل ما تصير الساعة 12 فنزل وبلش يلعب مع كل رفقاته
ومرق الوقت وكان كتير مبسوط، لعبوا غميضة وتسلوا كتير، وجواد ما حس إنه الوقت مرق. أصحابنا بالمدرسة كفوا يلعبوا ويتسلوا، وعادة كان حدا كبير يجي يقلن يلا صار وقت تروحوا على البيت لأنه صارت الساعة 12، بس الساعة بالغابة ما تحركت وضلت الساعة 11 مثل ما كانت قبل، وجواد بعده عم بيلعب. لما مرق الوقت خيو الكبير انشغل باله وصار يعيط ويقول وينك؟ تأخرنا كتير وأخرنا كل الغابة معنا. أصحابنا الصغار يلي بالمدرسة بلشوا يجوعوا لأنه عادة مثل هالوقت يعني الساعة 12 بتدق الساعة وبيروحوا على بيتهم تيتغدوا. فرجع بسرعة جواد واعتذر من خيو ورجع زبط الوقت وصارت الساعة 12 وقدروا كل أصحابنا يروحوا يتغدوا ببيوتهم. ومرق الوقت وبعد كم يوم بعد مرة جواد زهق وقال له لخيو أنا كل عقلي بالسيرك اللي موجود بالمدينة عنا، رح روح ساعة وحدة احضر شوي السيرك ارجع اجي زبط الوقت. ما ناطر جواد جواب خيو وترك الغابة وراح يلعب مع أصحابه بالسيرك ويشوف كمان المهرجان والساحر يلي عم يشتغل بالسيرك. مرق الوقت كمان مرة وما حس إنه مرقت ساعة وصار قاعد عم بزقف للساحر يلي عم بيعمل ألعاب حلوة كتير، ألعاب سحرية. بعد مرة خيو الكبير زعل كتير وقال له مش معقول هيدا يلي عم بيصير، لازم ترجع على شغلك لأنه كل أصحابنا بالغابة ما عم يقدروا يعيشوا بدون هالساعة وبدون ما يعرفوا الوقت. اعتذر كتير جواد وقال إنه هو رح يرجع ورح يشتغل من هلأ ورايح بطريق بإخلاص وما يترك أبداً الساعة لأنه مهم كتير دوره بالغابة كلها. مثل جواد كل واحد منا عنده دور مهم لازم يعمله وما لازم أبداً يقفي دوره لأن هالشي بيأثر على الباقيين بالمجتمع، صح أو غلط؟ هيدي كانت قصة اليوم. هاي حاضرين تنحضر فيديو جديد بفاني فيديوز بمين ستوديو؟ أكيد الفيديو تبع اليوم كتير حلو وكتير لذيذ. اليوم رح نحضر فيديو مش انه فاني يعني بس كتير انترستينج، كتير انترسان وكتير بعلمنا عن عالم اللي رح نشوفهم اليوم بيعملوا كتير اصوات بصوت بتمهم بصوتهم، بيعملوا صوت الجيتار، يعني نحن عادة مندق على الجيتار تنسمع صوت الجيتار، هن رح يعملوا صوت الجيتار بتمهم، او مندق على الدرامز تنسمع الدرامز، هن رح يعملوا صوت الدرامز بتمهم، الفلوت، الفيولون، ساكسوفون، كل شيء هن رح يعملوا الاصوات بتمون. عن جد يعني انا كثير حبيته هذا الفيديو، ان شاء الله انتم كمان تحبوه. هلا بنحط بلاي وبتفهموا اكثر شو قصدي. بلاي. هولي منو سي دي او منو راديو او منو انسترومون، كلهم هن عم بيعملون للاصوات. شفتوا هن كثار كل واحد بيعمل شيء. حدا بغني، حدا بيعمل باك اب. عن جد إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. إذا بدكم فيكم كلهم تشوفون على يوتيوب أو على فيسبوك بيج تبع مين ستوديو، لأنه كتير انترستينج إنه حدا إنه أشخاص هن كذا واحد شي عشرة يقدروا يعملوا هيدا الشيء بإنه هاي موهبة يعني. وانتو كمان اذا عندكم موهبه او يور تالنتد بحيلا شيء اكيد انا ناطرتكم تصوروا لي التالنت تبعكم، تصوروا لي فيديو كتير مهضوم وكتير حلو تبعتوا لي اياه على فيسبوك على تويتر او على انستغرام، او شو فيكم تعملوا؟ فيكم تتصلوا فينا مزبوط. شو الرقم؟ 03858687. هلا بنكمل حلقتنا وانا بشوفكم بكره بحلقه جديده. باي. بامبون انا صرنا جاهزين تنعيد عيد ميلاد حدا من الام اس كلوب ممبرز اللي عم بيشغل عنا كل نهار سبت، واليوم بالاستوديو معنا ايا ورح يصير عمرها 8 سنين، خلينا كلنا سوا نقول لها هابي بيرث داي. Le joie et de bonheur, le
مبروك لكم. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقديم كتير روجيه. مرحبا، شفتوا كيف وقعت الطابة؟ أهم شيء لما توقع الطابة بالجونجلوري أنه ما نزعل ونوقف، بالعكس ننزل من لما ومنرجع منبلش الاكزرسيسات. والسيرك هو سبار كتير منيح للجسم وفينا نعمله وين ما كان، وهو كمان رياضة بتخلينا نكون عم نركز على عضلاتنا وعم بيصير عنا تناسق بين حركاتنا، يعني يصيروا كوردوني. اليوم مثل العادة رح نتعلم مفتاح جديد وبيرجع من بعدها نتذكر الاكزرسيس اللي كنا عم نعمله. المفتاح الجديد اسمه كاسكاد اكستيريور. الكاسكاد اكستيريور رح نحط ايدنا على بطننا، نعمل دومي سيركل لبرا ونكب الطابة لجوا. زيت الشي بإيدنا الشمال، كاسكاد اكستيريور، حط إيدنا على بطننا، نعمل برمي لبرا ونكبها لجوا. فرجيكم كم مرة فينا نعملها، فينا نعملها قد ما بدنا ليصير شاطرين فيها. هلا اليوم كمان رح نرجع نتذكر الاكزرسيس اللي عملناه هديك المرة، اللي هو لانسي فيرتيكال، لانسي هوريزونتال، لانسي فيرتيكال، كاسكاد، لانسي فيرتيكال، لانسي هوريزونتال، لانسي هوريزونتال، كاسكاد. رح ارجع عيد، لانسي فيرتيكال بايدنا اليمين، كاسكاد لميلة الشمال، لانسي فيرتيكال بايدنا الشمال، لانسي هوريزونتال بايدنا الشمال، لانسي هوريزونتال بايدنا اليمين، كاسكاد لميلة اليمين. فيرتيكال، كاسكاد، فيرتيكال، هوريزونتال، هوريزونتال، كاسكاد. بتمنى منكم تتمرنوا منيح على المفتاح اللي عطيتكم اياه وعلى الاكزرسيس، وبشوفكم جمعة الجاي. باي باي. Hey, hey, let's party. Hey, hey, let's party. Hey, hey.
أستراليا، وبنخبركم بعد أنه مثلاً تاريخ أستراليا هو تاريخ جديد، لأنه هالبلد جديد مثل مثلاً كندا وأمريكا، مش مثل بلادنا يلي عندهم تاريخ كتير قديم ومثل بلدان أوروبا كمان. يعني بأستراليا وبأمريكا ما فينا نشوف أثرات قديمة مثل عنا مثلاً أثرات بعلبك، لأنه هالبلدين منهم عايش فيها ناس من فترات كتير كبيرة من الزمن، بل هلأ جديدة. فإذا هالشعوب قدروا يعملوا من بلادهم أشياء كتير مهمة بفترة قصيرة. ومنعرف أنه بأستراليا كمان مشهورين كتير كتير بالطيور يلي حلوة كتير، وأكيد عندهم الصيد مش مسموح كيف ما كان، لازم يكون في قوانين للصيد تيقدروا هالعصافير يكفوا يعيشوا بهالغابات الموجودة هونيك. فإذا حلقتنا اليوم كانت عن أستراليا، بس كمان في حدا منكم لازم يربح هدية اليوم. مين رح يربح معنا ومين بعت لنا رسالة؟ هيدا رح نشوفه هلا بصندوق بريد ميني ستوديو. هالرسالة يلي اليوم رح أقراها من جاكوب قاعي يلي عمره 5 سنين، بحب كل الفريق وبعت لنا بوسة، وبنشكر أمه كريستال لأنه هي اللي كتبت الرسالة وبعتتها عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. كلكم فيكم تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تحطوا لنا لايك، وفيكم كمان تتصلوا فينا إذا بتحبوا تعرفوا كيف فيكم تشتركوا بميني ستوديو. رقمنا هو 03-85-86-87. مبروك لإلك، كل أصحابنا اللي بنقرأ رسالتهم بيربحوا معنا، وأكيد الهدايا رح تكون كتيرة بالحلقات الجاية. بشوفكم بكرة. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تتقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون.